مشاهدينا موعد الأخبار المحلية مع زهرة الأحلام شوربية. زهرة الأحلام مساء الخير. مساء النور زميلي ياسر، مرحبا بك. شكرا لك. إذا نرحب بكم مشاهدينا الكرام في الموعد المحلي، لأن بداية الموعد المحلي ستكون من ولاية ميلا، حيث لا تزال هذه الولاية تفتقد لمعاهد تكوين تخص الأساتذة الذين بدورهم طلبوا من وزيرة التربية الوطنية النظر في هذه القضية، والتي من جهتها لم تستبعد فتح المعهد الخاص بالولاية على مستوى بلدية فرجي. وتفاصيل الموضوع نتابعها مع صوفيان بوحو. يفتقر الأساتذة في ولاية ميلا وبكافة الأطوار الدراسية للتكوين قصد تثمين المعارف والاطلاع على المستجدات، سيما منها ما ارتبط أساسا بالعلاقة بين الأستاذ والتلميذ وطرق التعامل والأداء التعليمي الرفيع. الأستاذ راهو بحاجة إلى تكوين مستمر حتى يقوي القدرات المعرفية. ضرورية جدا بالنسبة لتكوين الأساتذة، إذ هي تؤدي إلى تكوين الأستاذ تكوين صحيح، ويؤدي إلى توصيل المعلومة إلى التلميذ بشكل صحيح. تتوفر بلدية فرجيوة على هيكل معدني قديم غير مستغل، يرى الإطار التربوي إمكانية استغلاله ولو جزئيا لفائدة التكوين. في ميلا هدفنا أن يكون معهد وطني لتكوين الإطارات التربية، وزرنا توكا معهد قديم تاع لانستيتيو دو تكنولوجي، ونشوفوا مع السي الوالي كيف كومون نو زالون ترانسفورمي سي زيتابليسمون بور ان فير ان انستيتيو ناسيونال دو فورماسيون. فالتكوين اساس المنظومه سواء التربويه او غيرها، ضمن مبادئ النجاح العام التي تبقى دون المستوى حال عدم تجديد المؤهلات العلميه والاكاديميه.